قبل ما اسيبك يا عويس، الكلام كله دلوقتي هنا في مصر عن الثنائيات اللي هتحصل في المباراة القادمة ما بين علي معلول وأكرم توفيق وبقية اللاعبين، سيف الجزيري مثلا والونش بيلعبوا في نادي واحد، بقية اللاعبين المسلوسي حمزة المسلوسي المسلوسي وزيزو. في حاجة لطيفة جدا يا كابتن اسلام، انه عدد اللعيبة اللي في منتخب، الو ايوه حبيبي معاك اتفضل، عدد اللعيبة اللي بيلعبوا في الدوري المصري في منتخب تونس قد عدد اللعيبة اللي بيلعبوا في منتخب تونس في الدوري التونسي بره حراسة المرمى. يعني اربع لعيبة في منتخب تونس بيلعبوا في الدوري التونسي بره الثلاث حراس، والدوري المصري فيه اربع لعيبه اللي هو حمزه المسلوسي وجزيري في الزمالك، علي معلول في الاهلي، فخر الدين بن يوسف في بيراميدز، ولو حطينا عليهم رجال الناس اللي كان من شهور بيلعب، فانت عندك خمس لعيبه عندهم خبرات كبيره جدا بالدوري المصري، وده هيخلي المباراه صعبه جدا للعيبه حافظه بعض. يعني لما يلعب حمزه على فتوح فالاثنين حافظين بعض، لما يلعب علي على اكرم الاثنين حافظين بعض، لما يلعب الونش ده كلام بيحصل كل تمرين. الكلام ماشي في الاتجاهات دي ازاي؟ يعني دايما الحاجات دي بيبقى فيها يعني الجمهور واخدها كلها كوميكس على على السوشيال ميديا ما بين علي وما بين اكرم، لكن انت عندك انت شايف الموضوع اقرب. اعتقد انه خبرات الو الصوت بيقطع. لا انا سامعك كويس، سامعني؟ انا سامعك اتفضل يا اسلام. سامعني كده؟ سامعك يعني اتفضل. لعيبه المنتخب التونسي عندهم خبرات كبيره جدا بلعيبه الدوري المصري، ولعبوا يعني دخل لعبوا قدامهم كتير، فهيبقى هينقلوا ده لزمايلهم، انه مثلا علي معلول عارف ايه مميزات وعيوب اكرم، جزيري عارف ايه مميزات وعيوب بالونش، العكس تماما. فالحقيقه المباراه كتاب مفتوح، وحتى كمان اللعيبه الثانيه يعني بلايلي واللعيبه اللي اسف مسكني واللعيبه الثانيه اللي لعبوا قدام اهلي وزمالك كتير في افريقيا كتير، يعني فاروق مصطفى كان لسه لاعب مع الترجي قدام الاهلي، مجموعه اللعيبه كلها لعبت قدام اللعيبه المصريه، فاعتقد مباراه صعبه جدا جدا جدا، وهي الحقيقه مباراتين نصف النهائي الاثنين اصعب من بعض، يعني ما ينفعش تتوقع مين هيكسب. والحقيقه انه منتخب يعني حاجة مشرفة للمنتخب ان احنا وصلنا لحد يوم السبت لحد المباراة النهائية، او لا قدر الله وصلنا لحد الثالث والرابع. مين الأقرب يا عويس، منتخب مصر ولا منتخب تونس؟ من الأمنيات كلنا بنحب منتخب مصر وعايزين لا مصر. لا ان شاء الله منتخب مصر الحقيقة بيعمل الأداء اللي هو بيتسحب زي ما هم هنا بيقولوا، منتخب مصر بيتسحب، منتخب بطل يعني بياخدها ستيب باي ستيب، كل شوية بياخد خطوة خطوة، والحقيقة بيرجع يعني مباراة الجزائر اتأخر ورجع، مباراة الأردن اتأخر ورجع، فعنده قدرة إنه يرجع رغم إنه الحقيقة طول الوقت فكرة قلة الخبرات اللي موجودة في منتخب مصر يعني مبهرة، إن الفريق بيعمل نتائج زي دي وعنده مجموعة الحقيقة أول مرة تلعب منتخب مصر، يعني مروان داوود، مروان حمدي، أحمد رفعت رغم كل السن، أحمد رفعت دلوقتي بقى عنده 28 سنة مثلا، ما لعبش منتخب مصر، أول مرة يشارك اكتشاف البطولة دي، تيم فيصل اكتشاف، حمدي فتحي اكتشاف، لو تقدر